شلون تغذيت، الطريقه الصحيحه بالمعامله، طريقه بالمدرسه، طريقه استخدام الموبايل والتكنولوجيا. تعرفون هسه احنا ثلاث ارباع المشاكل تصير عندنا اضطهادات بسبب التكنولوجيا، الاستخدام الخاطئ للاطفال في عمر سنتين ونعطي الموبايل ونلهيه ونقول افتح موبايلك وقعدوها. انا ما راح اعطيك هاي المحاضره، راح اعطيك هاي الورشه، راح اوزع لكم النسخ مالتكم. راح شو تسوي مثلا اي مشكله يا سامح الله في منطقتك معينه، مثلا شلون اسيطر على العنف، تاخذين شوره وتكبريها وخليها بحياتك. تروحين انت تعطين محاضرتك بالمجتمع مالتك بمنطقتك بالمدرسه، هذا راح يصير لك. يقول لك يا بابا فلان ايش قد انسان هي عندها قابله تكون ماديه، صح لو خطا؟ ليش؟ لان الغايه من عندها الوقايه خير من العلاج. بمعنى شنو الوقايه خير من العلاج؟ بمعنى انا احل المشكله، احاول ابتعد عنها احسن ما تصير عندي مشكله وتكبر ويصير بها اشكال ثانيه ومضاعفات اخرى. وياي مع نفسك المقابله مالتك اللي سوينا سيناريو بينما انا جيتهم ودا راجع يمهم، والسيناريو كان هو من ضمن الحالات اللي انا منعتها احنا مثلا على ظلت وحده من القابلات. قالت لي دكتوره انا من اجيت، يعني احنا نعرفون ان البكريه بالقابلات ما خليت ولد، ليش؟ لانه البكريه عنا مجهوله ما نعرف، يعني احتمال عندها ضيق بالحوض، احتمال عندها مثلا ما عندها توزع، فراح تتعب يمي بالبيت وتموت يمي بالبيت وانا ما اقدر، ليش؟ لانه غير معروفه البكريه، غير معروفه مجهوله، مو تكون عندها ولاده سابقه وهي عانت من نزف وعانت من كذا حتى انا اخلي يمي باص تسري او تاريخ. ادله واثباتات انا راح اسعى وياه واريد اجيب حقه، لكن منين اجيب الاثباتات؟ مستحيل مستحيل المعتد يشل على نفسه، ومستحيل احد مرافق الي راح يجي يشل علي، اذا منين يشل عليك انت؟ متوحش بعيالك، متوحش، صح لو خطاجي؟ وهاي الغايه من الدورات، الدورات اللي كان فيها ملاحظات وكذا والاستخدام وياي، تنعم الكلام والحمد لله وشكرا لك وياهم وياهم اللي تواصل بالوصول، اي وحده تاخذ هاي الدوره اللي هي ثلاث ايام الاخلاقيات وسبعه عشر لابد دخلها في الدوره. ورشه جايه من منظمه اسمها افتح يا سمسم. كلمه افتح يا سمسم بمعنى شنو؟ جاي من باب يمكن سامعين البرنامج الخليجي افتح يا سمسم اللي كان تعليمي وتثقيفي للعوائل والاطفال. شخصيه معمار، شخصيه دكتور، شخصيه كذا، كانت يعني هاي القصص يعني بحيث حتى كان اسمه عبد الله اللي يحكي القصه مثلا صار موقف فيه. هاي